فوجدوا قائما يصلي عند قبر جده رسول الله، فقطعوا عليه رحم الله من نادى واماما. ثم قيدوه بالارجل والايدي بهذه الطريقة إخواني أخواتي، جاءوا به من المدينة إلى البصرة مقيدا. أويلا رحم الله من نادى وإماما وكاظما. ثم أودع في سجن عيسى بن جعفر مدة مقفلا عليه إمامكم بقسن بهذا السجن، ومن سجن السجن يا أبويا، وكاني بمعصومة قالت بويا ضوى بدارك يا بويا ما شعلنا، ضوى بدارك يا بويا ما شعلنا، وليالج باك قلبي يا ابويا ماشي عنا، جانا العيد وانت ماشي عنا، وجانا العيد يا ابويا وانت ماشي عنا، انا بيوم العيد لنصب لك عزية يا ابويا. اذكر البان وليش لسنين ويا ابوي يا ابوي، من اذكر البان وليش لسنين يا وصف رحت ويا المرحلين، ويا يا وصف كل ابوي رحت يا موسى بن جعفر. رحم الله من نادى وإمامه وغريبه ومظلومه، اثقل لابويا عليك العلم ارجع عليك العلم ارجع، بويا لا نام ليله ولا غوض عين يا بويا، يا ابويا شعودكم يا ابويا يا طيبين. فاخذ ينقل من سجن الى سجن، فطلب السجان عيسى بن جعفر من هارون بان ينقل الامام الى بغداد، والا اطلق سراحا لأنه لم يرى من الإمام إلا العبادة والتضرع. فقبل هارون قول عيسى بن جعفر ونقل الإمام من البصرة إلى بغداد. عجاب من البصرة سجن بغداد من البصرة لسجل مقدامة. هذا طور سيد جاسم الله يرحمه. بو شالتك الغير ابو حسن. جاب حديد وقيد ويدور ذهب. ثم أودع الإمام في سجن عمرويه، ومن ثم في سجن المسيب، ومن ثم في سجن الفضل بن الربيع،
ومن ثم في سجن الفضل بن يحيى، وفي آخر المطاف في سجن السند بن شاهد. وهذا السجان شد عذا وعلان أولا يقول كلما يدل الإمام من الشباك يلطمه على وجهه. يا أبويا اسمع اسمع يا حشيم بخوته وما يسمعون. ويلا خل ما عند اخوانه ويلا وين ولي ولي يا حشيم بخوته وما يسمعون. اخوانا تنشف الدمعة. اوه كل قيد اللي بجسمه يفكرونه. بويا رب من سجين ومن السجين موسى يطلعونه. ولا ومن السجين موسى ايش قالت معصومه بذاك اليوم؟ قالت بويا يا بويا هل اعزاز على قلبه صعب فرقاه. مثل ما قالت العليله ها نفس القضيه. ويا فرقاه امه بالهين نيل ويوم وانساه. صحت بويا كوني صعبتي رحت وياه. ليش ليش تقول احب رفجت ظعنه واحب ما مشاه. بعد ايش قالت؟ قالت بويا يا ابو الله يرحم سيد جاسمه. بويا كون ساعه وحيد اشوف النوي ويا يريد فراق ابوي مراد قلبي مريض. ويا ليامك تحسب وانا اطر وحيد تلج مروح الصور ام النصر يا نفارق لولد، نفارق لأخوه، نفارق لأخيت، نفارق لأم، نفارق والده. بويا اي والله قولوا يا ابويا على الامام موسى بن جعفر. بويا يوم يوم الظعن محمد وشال ظليت وين والدمع ويا لعن فزع ليه يا 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 ولا فزع خوري تقل ابويا تشعل بي تشعل بي من تعاجز تشعل بي. هذا العزاء هذا اللي يسر القلب اللي يسر قلب الامام صاحب الزمان الحسين الزهراء. بويا تشعل بي تشعل بي حسين ابويا تقل تشعل بي من تعجز تشعل بي تقل مو بي تقل مو بيدي مو بيدي ترى قلبي بعد ايش قالت العيد هذا النعيم. قالت نجوي عدا محمد ظهر ايوه
ويل عيلة ويل عيلة. يا وجن الريبة زينب قالت لا يا حسين عد من ودعت لي ولا بيوم رحت عني وعفت ويا ابو علي جالي اشخو يا ضيعتني وين على المنول بلتني الحقها من حق الاخت تعتب على الخوايا وتطلبهم حليبهم اش كثر ما شاء